لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن التربية الإسلامية ربانية المصدر، عالمية الشمول، ثابتة الأصول، مرنة التطبيق، تشمل ما دين الحياة الدنيا وكذلك الحياة الآخرة في توازن واعتدال، تعد الإنسان لعبادة الله تبارك وتعالى حق عبادته وعمارة الأرض وخلافتها وفق منهج رضيه الله لعباده واختاره لهم. تلك التربية التي تؤصل العقيدة في النفوس وترسخ الإيمان في القلوب وتحبب شرع الله عز وجل إلى عباد الله. إلا أن الأمة الإسلامية لما بدأت تتطفل على غير المصادر الإسلامية أو تطلب الخير من غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبعيدا عما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، انهمكت في تقليد ومحاكاة الأمم الكافرة، فبقدر ما علت ونهلت من هذه المنابع الأجنبية بقدر ما حصل من الخلل في التربية الإسلامية والفكر التربوي الإسلامي. هذا الأمر انعكس بلا شك في العملية التربوية، ونرى آثاره واضحة في بعض المؤسسات التربوية في العلاقة بين المعلمين والمتعلمين، نرى عدم التوافق وعدم الانسجام، نرى عدم الاحترام، نرى أن الصغير لا يحترم الكبير وأن الكبير لا يرفق ولا يرحم الصغير. فصارت التربية في مجتمعنا خاصة في هذا الزمان تسير باتجاه مخالف لذلك الاتجاه الذي كان عليه سلف الأمة الصالحون. فالتربية صارت عديمة الجذور، تزوي بسرعة وتجتاحها أخف الرياح وأقل الأمطار، كما أن البناء المقام على أرضية رخوة ينهار لأدنى عامل مضاد، وذلك لأن المناهج التربوية الغربية في قسم كبير منها غير موصولة بخالق هذا الإنسان الذي قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده كي يجتنبه. إذا طالعنا الصحف كم نرى من الأخبار المؤذية والسيئة تعكس انهيار الجانب التربوي في المجتمع، حوادث مؤسفة يصل فيها الأمر إلى اعتداء الابن على أبويه، أو اعتداء أو قتل الأب مثلا لابنه، أو مدرس يضربه التلاميذ، ونحو ذلك من الحوادث يعني الأليمة المؤسفة. وما ذاك إلا لبعدنا عن هدي من هديه خير الهدي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب بعدنا عن الاستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة تجاوزات الطلاب. فمبدأ الثواب والعقاب مبدأ أساسي جدا ومبدأ في غاية الأهمية، ولا يمكن تتم أي تربية بغير الثواب والعقاب أو بغير الترغيب والترهيب. لكن بعض الناس تسيء فهم بعض النصوص، خاصة مثلا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: وضربوهم عليها من عشر سنين، فيتطرق في تطبيق هذا الحديث فنجد الضرب منذ الثلاث سنوات والأربع سنوات وعلى أمور في غاية البساطة إذا ما قيست لأكثر أمر في الدين بعد التوحيد وهو الصلاة، فإذا كان لا يضرب على الصلاة حتى سن العشرة. ف
فما بالك بما دون الصلاة وما بالك بما دون ذلك من السن بكثير. فنجد الضرب أول وسيلة ولا يشعر الأرض أو المرب بالتخصيص لأنه يستند إلى فهمه المنحرف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الموضوع الذي نبدأ الكلام فيه من جديد موضوع التربية من جديد، وحنبدأ الموضوع أهمية الرزق في العملية التربوية، وهو مفيد لكثير جدا من الناس سواء في المساجد أو في المدارس أو في المنزل ونحو ذلك. لكن نقول أن موضوع الرزق المربي لا يمكن يندم أبدا إذا سلك الرزق، بخلاف ما إذا سلك طرقا أخرى فكثيرا ما يندم بسبب عواقبها السيئة. الأمر الآخر يعني بنشبه موضوع الرزق مع المربي بحزام الأمان في السيارة، حزام الأمان هذا الذي يحزم به الجالس أو السائق السيارة نفسه حتى إذا ما اصطدمت السيارة فجأة بشيء أو وقع حادث مفاجئ، فإنه لا يكونش بدافع الحصول الذاتي واخذ نفسه سرعة السيارة، فإذا وقفت بسبب خطوة شديدة المفروض أن الجزء الأعلى من جسمه تندفع إلى إيه؟ إلى الأمام ويخبط في الزجاج، تحصل بقى الحوادث المعروفة. فأخذ هذا الإجراء كإجراء وقائي حتى إذا ما حصل خطة مفاجئة. هذا حزام من طبيعته أنه بيحفظ الإنسان عن الانتفاع بالأمان، ولذلك تجد هذا الحزام إذا سحبته برفق يسير معك، إذا سحبته بشدة يعاني ويشاكس ولا يتحرك. هذا في الغرب ما يتعلق بموضوعنا الآن. إذا أردت ثمرة جيدة من التربية فلا تعدل عن الرزق أبدا ولا تعدل به أي وسيلة أخرى، الرزق هو البداية وهو الأصل، واضح؟ فلذلك تجد الطفل في الغالب تكتبه إذا لا ينته ولا ضبته ورفقت به. أما الشدة فإنها تستخرج منه العناد استخراجا وتوجد كثيرا من الآثار السلبية فيما بعد. فالقفز من التدرب المعروف في العملية التربوية والتوجيهية إلى عملية المعاقبة بالضرب أو العنف هو اعتراف بالفشل. ولذلك بعض المؤلفين أعجبني جدا كتاب له وهو سلمان العمري، له مقالة في المجلة العربية عنوانها العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ عنوان يشهد معاني جميلة جدا يعني الحقيقة. يقول العقاب البدني هل هو أبغض الحلال إلى المربين؟ يعني كأنه يشبهه بما روي في الحديث الضعيف أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فالطلاق حلال، يباح الطلاق في كثير من الأحوال يباح، لكن هل معنى ذلك أن أي مشكلة يواجهها الزوج مع زوج يفزع إلى الطلاق؟ هذا يبقى لعب أطفال، يبقى دي نظرة للزواج أنه الأطفال بيلعبوا على الرملة وغربة الشمس وكل واحد يروح بيته وانتهى البساطة. نعم الطلاق حلال، لكن هل يفزع إليه كأول حل ولا دي آخر العلاج الكيف والبس ده آخر شيء؟ لكن لابد الإنسان يواجه المشاكل بطريقة متدرجة كما يعني أخبر الله سبحانه وتعالى. حتى الضرب الذي ورد في القرآن الكريم نفس الشيء أيضا في عملية تدرج وشروط وضوابط إلى آخره. ما بال بعض الناس يقفزون مباشرة إلى العنف والشدة مع ما لذلك من آثار جسيمة وخطيرة تنعكس على الأسرة وعلى الأبناء. يقول أحد الباحثين إن لجوء الوالد أو المدرب إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة. هو ليه يلجأ إليه فورا للأول فورا؟ لأنه في الحقيقة بينسى أن العقاب هو عملية تربوية، بيحول العملية التربوية إلى عملية انتقام وتشفي وإهدار للقاعدة التي دائما نكررها طفلك ليس أنت. معظم الأخطاء التربوية تحصل وكثرة النقد والعنف والشدة تنشأ بسبب إيه؟ إن هو بيسوي عقله بعقل الطفل بالضبط، خبرته بخبرة الطفل، فهمه بفهمه، ند أمام ند. لو أنه تفكر قليلا سيجد إن هو مش ند ده مسكين، يعني إيه جاب طفل صغير غض بشخص كبير وكذا وكذا. لا حتى في تكافؤ عضلي أو جسدي علشان يصرع، يعني هي دي من المروءة ومن القوة إنك تضرب طفل أو تلميذ بهذا العنف لأنك أقوى منه فقط. ولذلك تجد الشاب إذا عمل هذه المعاملة المراهق بقى في المدارس الثانوية مثلا وعنده عضلات قوي ممكن يستفاد لدرجة أنه يضرب المدرس لأنه عنده إحساس بالكفاءة أنه يقدر يضرب. أما الطفل المسكين ده هيعمل إيه؟ كيف يدافع عن نفسه؟ يستفشل. فلذلك يجد نوع من القسوة الرهيبة، أو رجل مثلا يضرب امرأة، هذه مروءة؟
أن الإنسان يضرب امرأة بغاية العنف وبغاية القسوة، هل من المروءة أن رجل يضرب بهذه الطريقة كأنه بيصارع ملاكما مثلا، أم أن هذا دناءة وقلة مروءة؟ أنت بتستعرض عراقك على امرأة. هو في الضرب طبعا الذي ورد في القرآن دي قضية مفصلة ما كشفناها من قبل بالتفصيل، لكن لا يمكن الشرع يعني يبيح أن تضرب المرأة ضرب غرائب الإبل أو ضرب العبيد ضرب الإماء بهذه الطريقة التي يتصورها بعض الناس. فالشاهد يعني أنه تتحول من عملية تربوية إلى عملية تشفي، هو صدره يغلي من خطأ ارتكبه هذا الطفل أو هذا الطبيع، يغلي فيفزع إلى الضرب وهو في غاية العصبية. لأجل إيه؟ هدف الضرب مش التربية، هدف أن يشفي غليله، أن يطفئ نار الثورة في قلبه، فيظل يضرب إلى أن تهدأ ناره ويهدأ هو ويضرب هذه الشحنة في جسد هذا الطبيع بالضرب والتعذيب الذي يحصل. فبالتالي ممكن يكسر له عظم، ممكن يسبب له العمى أحيانا في بعض الحوادث، يكسر الطفل ينتهي من أمر إلى العمى، تبصر بعض أضرافه، تبصر يداه مثلا كما حصل حوادث كثيرة جدا نتيجة انتهاك أو إذاء الأطفال بسبب أن الهدف مش هدف تربوي، يعني هو مش بيضرب لمصلحة الطفل، ده بيضرب عشان يشفي غليله. ولذلك الشرع الشريف يعني يمنع المربي من أن يضرب أو يعاقب بالضرب وهو غضبان. أهم شرط أنه لابد أن يكون المربي في غاية الاتزان والرزانة والهدوء، بحيث يوقن أن الطفل سوف ينتفع بالعقاب، وأن الهدف هو معالجته ومداواته وتحسين خلقه أو أدائه، مش الهدف الانتقام، في فرق كبير. فمن جيش نحتج من النصوص الشرعية ونحن منحرفون عن الشرع في تطبيق هذا الأمر. لذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إذا أراد أن يعاقب رجلا حبسه ويتوقف 3 أيام إلى أن تهدأ أعصابه تماما، ثم يصدر الحكم عليه وهو خال من الغضب ومن الثورة، حتى يضمن أن العنصر التشفي وشفاء الغليل غير موجود عند إصداره هذا الحكم. فنحن دائما نفزع إلى اختصار الطريق، نجيبها بالضرب. ليه؟ لأننا نفشل في الأساليب الحقيقية في مواجهة المشاكل، مش بنثبت المسالك التربوية الصحيحة. لذلك يقول بعض الباحثين في بحث بعنوان الحب أولى من العقاب، يعني تستطيع أن تعالج وجاج الطفل بالمحبة والعطف والحنان ويأتي بثمار أعظم بكثير جدا مما تتوقعه من العقاب الذي ربما يأتي به أضرار كثيرة. يقول إن لجوء الوالد أو المدرس إلى العقاب يعتبر اعترافا بالهزيمة، مؤداه أنه لم يتمكن من تحقيق أغراضه باستعمال أي وسيلة أخرى، أي أنه عجز عن توجيهه وجهة حسنة وعن معاونته على تنفيذ ما يتوقع منه بأي طريقة أخرى. لذلك فإن استخدام العقاب ما هو إلا مبرر للفشل وعدم وجود ما يقوب مقامه لدى المربي، معناه أن بعبة هذا المربي خاوية، ليس عنده علم ولا خبرة ولا حكمة، لا بشرع ولا بأداب شرعية ولا حتى بأداب تربوية اتفق عليها العقلاء اجمعون. فهو قال الوقاب جعبته ما فيها شيء ينفع، ولذلك لجأ إلى آخر وسيلة وهي العنف والشد لأنه عاجز عن أن يستخدم الوسائل التربوية الأصيلة. يوضح بعض المربين أن استخدام العقاب له آثار خطيرة في نفسية الطالب، فيقول ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما. طريقة العقاب التي يتركها بعض المربين أو المدرسين، وكان فيما مضى للأسف الشديد ليستعملها محفظه القرآن الكريم، للأسف الشديد نسمع من المشايخ مشايخنا أنه كيف كان يضرب في الحزن، وبعضهم عدت يعني سليمة معه، يعني بعض المشايخ الكبار لما بيحكوا هذه الذكريات ربنا نصر فيهم والأمور ماشية سليمة، بس دي مش القاعدة. يعني ما يجيش الأب يقول طب ما إحنا تربينا بالطريقة دي وطلعنا كويسين، ده خطأ كبير، ده هو لطف من ربنا سبحانه وتعالى إن نجا ابنك من عواقب هذا الأمر أو أنت نجوت منه. فمش معنى كده تكرر نفس الأسلوب مع أبنائك، ودي من أخطر المزالق يعني في الناحية التربوية، إن الإنسان دايما بيقدس ما كان عليه الأبوان، بما أن أبي رباني بهذه الطريقة لابد أن تكون هذه أفضل طريقة على الإطلاق، فيكررها مع أبنائه. فالشاهد أن كثير من المشايخ بالذات في موضوع تحفيظ القرآن كان يضرب ضربا شديدا، ويحكي لك كيف ان حصل ثالث دم على وجهه وثيابه، ان الشيخ ضربه بعصا غليظه على راسه، ويفخر الشيخ بوسام شرف
موجود في رأسه كتلة كبيرة كده على رأسه من أثر هذه الضربة. ده ربنا لطف فيه وإنه هو فهمها بهذه الطريقة. ونرى بقى ناس من ضحايا هذه الأسلوب التربوي اللي انتجر بقى اتجاه العلماني، وكيف يعني يكتبون عن هذه الذكريات الأليمة وأنها كانت سبب في انحرافه. زي صلاح الدين لما تقروا له كتاب الأيام وما تقروهوش طبعا، لما كان بيتكلم عن الشيخ حتى سيد قطب الله يرحمه، يعني كان في كتاب أظن بيتكلم في القرية، كتاب اسمه في القرية، حكى نفس الذكريات بنفس الطريقة بتاعت صلاح الدين، لأنه طبعا كان قبل ما يتجه لاتجاه إسلامي. يحكي نفس الذكريات ومكان يفعله الشيخ، فكانت مادة هزء وتنذر من تصرفات بعض المحصلين فيما مضى. كل هذا وأقف هذه الوقت لأن بسمع أن بعض المحصلين ما زال يستعمل نفس الأساليب مع الأطفال. وأطفال اليومين دول طبعا محتاجين معاملة دقيقة جدا لأن يختلفون اختلافا كبيرا عن الأجيال الماضية. يقول بعض الباحثين ولا يمكن أن يؤدي معه هذا العقاب إلى نتيجة ما سوى أن يجعله يحقد على المدرسة ويتمرد على أهله في سبيل الحضور إليها، يكره الذهاب إلى المدرسة. نراها بالذات الأطفال الصغار أوي سن الحضانة مثلا أو بعدها بقليل، يبقى مش عايز يروح المدرسة بأي طريقة ويعاند، وكل يوم مشكلة كبيرة عشان يتحرك مين، أن يجي تفتش في الأسباب تجد مدرسا أو مدرسة يطيء معاملته أو يضربه أو يهينه إلى آخره، فيكره الذهاب إلى المدرسة. وهذا بلا شك مما يحطم مستقبله ويؤدي به في النهاية إلى حياة التشرد. يعني هذا خلل كما ذكرنا في التربية، ويسبب أن الأمة تحرم من أعز ما تملك من طاقتها، لأن بقائها وعزتها مرهون بتربية أبنائها التربية السليمة. فركن العملية التعليمية هو إيه؟ هو المربي والمربى، الطالب والتلميذ، الأب والابن أو الأم والابن، دي الركنين الأساسيين في العملية التربوية. فإذا ساءت العلاقة بين الركنين الأساسيين في العملية التربوية بلا شك سوف يحصل لها الفتور والتوتر والتمزق، فبالتالي تنتهي العملية التربوية. لذلك لما لقينا الأطفال الأبناء دلوقتي بالذات طلبة ثانوية أولى، لما زال الاحترام من المدرس أصبح يسمع أشياء تشيب لها الرؤوس، يشيب لها الشعر مما يفعله الطلبة مع المدرسين. وأحيانا يكون المدرس هو المسؤول انه ما خلاهوش يحترم نتيجه كذا وكذا من التصرفات المعروفه. بعد ما كانت الاجيال الماضيه التلميذ يحكي انه اذا يعني راى المدرس في الشارع يجري عشان ما يتماش معاه، مجرد ما يتكلم معاه في الشارع يستحي من هذا، ان يبقى هو مع المدرس في نفس المكان في الشارع خارج المدرسه، يستحي عليه ربه ويدخل في بيتي عبال ما المدرس يمر مثلا. الان الله المستعان نسمع اشياء الحقيقه لا تكاد تصدق، يعني ان وصل التدهور في العلاقه بين هذين الركنين الاساسيين من العمليه التربويه الى هذا السوء. فمن أسوأ اثار العنف مع الذين يربونهم يعني الهروب مثلا للمدرسه او التغيب عن المدرسه. ممكن تحصل صدمات نفسيه للاطفال وتسبب لهم عقدا في حياتهم، ممكن تحدث مصادمات مع المدرسين. ايضا اذلال الطفل يعني اشتاته بالذل والهوان والحقاره، وتعريض شخصيته لكثير من الانحراف الخطير والاضطراب الاليم. فالعقوبه البدنيه بالطول الذي تحصل لا تنجي شيئا وتضر بالطالب، وتكون النتيجه بغض الطالب لمعلمه ولو بغير ارادته وشعوره. ممكن لا يعبر صراحه عن هذا البغض، لكن يظهره في صورة الايه؟ مقاومة التعليم وكراهية المدرسة، وبالتالي تنهدم علاقة الثقة والمحبة التي ينبغي أن تكون بين المعلم وبين طلابه. فترة العقاب تؤدي إلى أن الطالب يشعر بفقدان الأمن، احساسه بالأمن. أعرف بعض المدرسين كان مميزا جدا، يعمل ايه؟ يجي كده على الطالب وهو بيبتسم وبمنتهى الهدوء، وفجأة يصفعه صفعة يعني يقع لها في الأرض. يعطي نوع من الاحساس بالامان الشديد، وفجاه صفعه شديده على وجهه الى ان يسقط على الارض من هذه الصفعه. لما كل طالب يبقى جالس متوجه ترى سيفاجئ من المره القادمه. مين هيبقى قاعد شاعر بالامان؟ هذا السلوك العدواني، فين شعور بالامان او التركيز؟ تكون الحذر، عدم الامن، كراهيه الاخرين.
يبدو في شعور بالمقاومة والكذب والمخاوف إلى غير ذلك من العادات الذميمة. فالجو المشحون دائما بالانفعال وبالتوتر له أكثر الأثر على الشخصية في سنوات الطفولة والمراهقة، لأن هذه المرحلة في غاية الحساسية، دي المرحلة التي يوضع فيها أساس الشخصية، يعني من سن الطفولة الباكرة إلى سن 18 سنة تقريبا على 18 سنة بتكون الشخصية خلاص اتكونت تماما، ويصعب جدا أي تعديل فيها بعد ذلك إلا إن شاء الله، يصعب جدا التعديل، لكن هي دي فترة التكوين. بعض الناس يقول إن في الخمس سنوات الأولى النسبة العظمى من تكوين الشخصية بتكون وضع أساسها، في الخمس سنوات الأولى من عمر المتوسط، والباقي بيكتمل إلى هذا السن الذي أشرنا إليه. فإذا حصل خلل في هذه الفترة يؤدي إلى الاضطراب النفسي والانفعالي والاجتماعي، وممكن يحصل معاناة، ليس معاناة على المستوى الفردي، بل ممكن يكون هذا الشخص عدو للمجتمع بعد ذلك، أو مضاد للمجتمع، ويبدأ يؤذي الآخرين بارتكاب جرائم مثلا أو أذية الناس ونحو ذلك. فإذا من أجمل الأشياء في التربية الإسلامية أن هذه الأمور تدخل في حيز العبادة، يعني المنهج التربوي الإسلامي هو عبادة، مش مجرد منهج فكري نظري أو منحة من المناحي، لا، دي عبادة الإنسان مطالب بأدائها على أكمل وجه كما تنغير ذلك من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته فصل في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، وذلك أن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالتعليم، سيما أطاهر الولد لأنه من سوء الملكة، ومن كان مرباه بالعك والقهر من المتعلمين شفى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكفن وحمل على الكذب والكفر وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له. فانظر هذا النموذج النماذج موقف المربين المسلمين فيما مضى من هذه القضية الخطيرة، وإن من بالأثار السلبية التي تنجم عن هذه الأساليب التي تتسم بالشدة والقسوة في التعامل مع المتعلمين. طبعا هذه الخبرة التربوية الموجودة في كتابات مؤلفين المسلمين بتعكس تأثرهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية، كذلك بتعكس خبرتهم ودرايتهم بالأساليب التربوية الملائمة في التعامل مع المعلمين. هذا أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى يقول في وظائف المعلم، يقول الوظيفة الرابعة وهي من دقائق صناعة التعليم أن ينذر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض بما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ. أن يزجر المدرس يعني أو المعلم يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن. وطبعا دي مأخوذة من السنة النبوية الشريفة، مين يجيب الدليل؟ أحسن أن الرسول عليه السلام ما كان يواجه أحدا في وجهه بالنقد المباشر، إنما كان يقول إيه، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يخرج الذي فعل هذا الشيء. فهذا من الأساليب التربوية الرائعة وهي التعريض، لأن التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة، التوبيخ المباشر يهتك حجاب الهيبة، لن تبقى هناك هيبة بين المربي وبين الطالب أو الابن يعني. ومتى ما هتك حجاب الهيبة هي هتبقى زيتها المرة الأولى بس، هيهينه بعد كده خلاص الولد مثلا بيدخن على طول بقى خلاص هي الموضوع الصدمة الأولى، وبعد كده يتطور الأمر عادي جدا، حياته بالتدخين أمام أبيه أو نحو ذلك من هذه السلوكيات. فدايما ما أمكن الوصول إليه عن طريق التعريض بعدم التصريح والمواجهة المباشرة كلما كان أفضل وأعون للإبن ذات المراهق، لأن المراهق لابد من حساسية شديدة في التعامل معه. أكثر طريق هو الإقناع بالحوار عن طريق الحب مع الحزم، مع الحب والحزم والعطف، فالإقناع والحوار، وما تلغيش شخصيته، ما تعملوش دائما هو الطفل بتاع أول امبارح اللي كان تأمره في أنصاف، لا، هو الآن في مرحلة يريد أن يحقق ذاته ويعترف له بالرجولة
أو إن كانت فتاة واعترف أنها صارت ناضجة لم تعد طفلة، فبالتالي لابد أن نغذي الدنيا عشان يرمي الأمور السليمة. هو حيان غصب عنك، يعني زي ما جسمه بينمو لو حبيت تخليه صغير يفضل صغير ولا سيظل ينمو، كذلك نفسيا حيانمو واجتماعيا حيانمو وعقليا حيانمو شئت أم أبيت. فبالتالي لابد أن تتغير المعاملة وتواكب المعاملة التغيرات التي تحصل فيه حتى لا تحصل عواقب يعني غير حميدة. إذن الغزالي يرى أن من ورائق ودقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن، ولا يصرح ما أمكن بطريق التعريض وعدم التصريح ما أمكن إلى ذلك السبيل، وبطريق الرحمة لا بطريق التوجيه، لأن التوجيه المستمر والنقد اللاذع الذي لا يتوقف على كل سلوك وكل تصرف ده بيرشح الابن بعد ذلك لكثير من الأمراض النفسية. الأمراض النفسية الخطيرة تنشأ بسبب غالبا يكون عائلة نقادة الأسرة كلها نقادة، وكل تصرف ينتقد يعلق عليه يوضح يحقق، فيكون الحصاد تدفع كل الأسرة الثمن وتحت الأمراض ليست بالهينة واضطرابات نفسية شديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء ليلها كان هالها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في كل شيء من الأمور، سيما هذه القضية التي نتناولها وهي قضية الرزق بمن يربيه الإنسان. وليس هذا فحسب، بل هذا طريق سلكه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إخوانه الأنبياء والمرسلون. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله، أمر بدأ به يا قومي، هي أصلها يا قومي، بينتمي إليه ليبين أنه منهم وأنه حريص عليهم ومشفق. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أمر الشفقة، إني أخاف عليكم، أنت لا تخاف إلا على من تحبه وترجو له الخير. فهذا من رفق نوح عليه السلام في الدعوة، حيث خاف عليهم من العذاب الأليم والشقاء السرمدي. وكذلك أيضا نلاحظ موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام كيف واجه أعتى وأشد جبابرة الأرض وهو فرعون الذي طغى وتكبر، بل وصل به الأمر إلى ادعاء الألوهية. يقول تعالى وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. هذه الآية يستدل بها على مسألة من مسائل العقيدة، ما هي؟ على الفوقية، أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، عالم على خلقه، لأن موسى عليه السلام لابد أنه أخبر فرعون أن الله في السماء في جهة الفوقية والعلو، فهو رد على ذلك بقوله لوزيره فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا، ابني لي بناء عاليا جدا، اجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى فانظر، يعني هل هو صادق ام نافي ان الهه في السماء، لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. الشاهد يعني مع عظم الجرم الذي ارتكبه فرعون وما واجه به موسى وهارون عليهم السلام، ومع ذلك فان الله سبحانه وتعالى امر موسى وهارون إذا أتى فرعون أن يخاطبه بالإبليم وأن يترفق به. فإذا الشدة والغلظة والعنف مع الدنيا حتى لو كان أكثر خلق الله هذا مناسب للسلوك الإسلامي القوي. في بعض الناس بتظن دي الحماس للدين ودي النصرة لله ورسوله، لا، أنت لا تتنازع عن الحق، لكن عالج هذا الإنسان بشفقة وبرحمة كي ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى، يعني كالطبيب الذي يعالج الناس بالدواء. الدواء قد يكون في غاية المرارة مر جدا، لكن يضطروا يعملوا ايه، يغلفوه باشياء حلوة المغرب حتى يمر الدواء وينفع. فهذا نفس الشيء ترفق في العبارة مع عدم التنازع عن الحق. يقول الله سبحانه وتعالى اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى.
هل هناك دليل أعظم من هذا في أهمية الرزق؟ فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى والذي فعل ما فعل، ومع ذلك يرسل الله له نبيين كريمين ويقول لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فإذا كان موسى عليه السلام أمر بأن يقول لفرعون قولا لينا، فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه وأمره بالمعروف؟ يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حصل له الكي والأذى من أعز الناس وأقربهم إليه من إخوته، إلى أن وضعوه في البئر ثم هيع بعد ذلك، وهذا البيع اقترن به نفسه إلى مصر وابتعد عن أبيه ولحق أباه الحزن الشديد حتى كف بصره عليه السلام. وسجن يوسف عليه السلام بضع سنين وحصل له الأسى، وكان المتسبب في ذلك إخوته، مع ذلك ضرب أعلى وأثنى الأمثلة في الإحسان وحسن الخلق وكمال العفو والصفح، حيث قال لإخوته لا تثريب عليكم اليوم، لا لوم ولا عتاب ولا توبيخ، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال لهم يوسف كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. فهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. جميع الأنبياء إذا استعرضنا سيرهم سوف نجد هذا الجانب، وجانب الرزق واللين والرحمة مع قومهم. وهذا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم يضرب أروع الأمثلة في تربية أصحابه رضي الله تعالى عنهم. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف رسوله الذي أرسله رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة، أي برحمة عظيمة لهم كائنا من الله، وهي ربطه على جأشه وتخصيصه بمخارب الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كنت معهم لين الجانب وعملتهم بالرزق والتلطف، حيث اغتمنت لهم بعد ما كان منهم ما كان من مخالفة أمرك وإسلامك للعدو. فبما رحمة من الله لنت لهم، طبعا هذا في هذا الطفل، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فقال تعالى في بيان صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن الله رفيق يحب الرزق ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أعطي الرزق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم الرزق فقد حرم حظه من الخير. فأمر كيف ربط الحصول على الخير بمبدأ الرزق، لأن من أراد الخير فلن يحصل عليه إلا بالرزق، فهذا من مكارم الأخلاق ومن معالي الأمور. ولذلك بلغ تعظيم أمر الرزق إلى حد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فانظر إلى رحمتي، يعني من يذهب بأن يدخل تحت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، أي شخص يلي أمر أحد من الأمة، سواء كان مدير مدرسة، مدرسا، أبا مع أبنائه، حاكما مع رعيته، وهكذا أي إنسان فرعاه الله سبحانه وتعالى على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يرفق بالمسلمين كي يدخل تحت دعوته صلى الله عليه وسلم وينجو من الدعوة عليه على لسان خير البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم
من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. وعن عمر بن أبي سلمة قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة يعني في الإناء، فإذي أتحرك بكل أجزاء الإناء ولا أكل مما يليه. فقال لي: يا غلام تم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا رواه مسلم. فالواحد هنا انه لم ينهره ولم يعنفه ولم يزجره، بل امره برفق ولين وعطف مستخدما سبل ذاك. يا غلام فيه الفه وفيه قرب ورحمه، مع انه اخطا، مع انه حاد عن اداب المائده واداب الطعام، لكن مع ذلك انظر كيف رفق به وعلمه صلى الله عليه واله وسلم. بوب الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب جواز قوله لغير ابنه يا ابني واستحبابه للملاطفة. يعني يجوز الإنسان يقول لمن ليس ابنا له من قلبه أن يناديه بابني أو يا بني ترفقا به وتوددا. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني يا بني. هذا هو الشاهد. وقال النووي رحمه الله في هذين الحديثين: جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه يا ابني ويا بني ويا ولدي. وهذا معناه التلفظ، كأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. كذلك يقول لمن هو في مثل سن المتكلم يقول له يا أخي. هذا أيضا نوع من التلفظ والتودد لنفس هذا المعنى. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أصحابه، ظانا أن المسجد أرض المسجد مثل أرض الصحراء والفلاة التي عاش فيها يعمل فيها ما يشاء. فبال في المسجد فقام عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليزجروه ويمنعوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم نهاهم ومنعهم وقال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه هذا الذي يفعل. وحال بينهم وبين أذية هذا الأعرابي وتركه حتى فرغ من قضاء حاجته في المسجد، وعالج الموقف الطارئ بأحسن علاج وأكمل منهج كما سنغير إن شاء الله تعالى. كذلك ضاقت عليه صلى الله عليه وسلم مكة بأوديتها وسهولها وجبالها بسبب سفهاء قريش الذين أسرفوا في إيذائه والصد عن دعوته، ولم يجد بدا إلا أن يخرج إلى الطائف لعله يجد من ينصره لكي يبلغ رسالة ربه ويجد المؤازرة والدفاع. لم يغفر بشيء من هذا، بل وجد الأذى والتهكم والطرد بالحصى والحجارة حتى دميت عقباه صلى الله عليه وسلم وتلطخت معناه، وسال دمه الزكي على أرض الطائف صلى الله عليه وآله وسلم. لقي كل هذا من سفهاء الطائف وعبيدهم وغلمانهم وأطفالهم، ثم غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف وهو مهموم النفس مكلوم الفؤاد، فلم يستفر إلا وهو في قرن التعالي وهو ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. فرفع رأسه فإذا هو بسحابة قد أظلته، يقول عليه الصلاة والسلام: فنظرت فإذا فيها جبريل. قال: فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. قال: فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين جبل مكة أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيسعان، يعني جبلان لو أطبق عليهما لهلك أهل مكة أجمعون. قال: يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا رواه البخاري ومسلم. تأمل هنا
هل توجد القدرة عن الانتقام أم لا توجد قدرة؟ وحتى ضامن أن الله سبحانه وتعالى راض عن ما يفعل، لأن الله أجاز له وأرسل جبريل وملك الجبال معه، فبلا شك هذا يباح له الانتقام. ممكن واحد ينتقم شفاء لغليله ويعرف أن الانتقام محرم عليه مثلا، لكن هنا هو مطمئن تماما أنه لا يجبر عليه أبدا في الانتقام، وقادر على الانتقام، وانتقام لا يرد لأنه من الله سبحانه وتعالى وتسخير الملائكة. كان يقدر أن يرد اعتباره أم لا؟ هذه الأهلية التي تعرض لها من العبيد والغلمان في الطائف والأشراف، ضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه وأصابه ما أصابه صلى الله عليه وسلم. فالأسباب والدوافع للانتقام موجودة، وسيلة الانتقام مضمونة تماما، في حاجة موجودة إلى رد الاعتبار وإلى شفاء الصدر من الكفار، ولكن الرحمة والشفقة في صدر نبي الله صلى الله عليه وسلم بالناس عموما ورفقه حتى بالذين يعاندونه غلبت جانب الانتقام والبطش منه صلى الله عليه وسلم. فإذا نلاحظ هنا أن الأذية موجودة، ظلم عليه الصلاة والسلام وهو من هو، يعني استحقاق الانتقام يشتد كلما كان الشخص الذي أخطأت في حقه أشرف وأعظم. فمن في البشرية كلها أشرف وأعظم وأجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع وجود كل الدوافع والقدرة على الانتقام إلا أنه آثر جانب الرحمة، وتمنى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا شريك له. فبلا شك أن الصغار أولى بهذه الرحمة وأولى بالرفق وأولى بأن تتحرر من الدافع من الانتقام والتشفي، تتشفى من ابنك الذي هو فلذة كبدك، تتشفى فيه وتضره أبلغ الضرر وتؤذيه أشد الأذية. فلا شك أننا محتاجون إلى إعادة التذكير بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الأنبياء ومن تبعهم في هذه الناحية التربوية، لأن أسلوب التشدد والغلو والعنف والتنطع والقسوة كلها أساليب حذرت منها شريعة الإسلام. يقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا عموم يدخل في إيه؟ في أي سلوك نسلوك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لذلك ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، المتعمقون، الضالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، وهذا رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما رواه البخاري: إن الدين يسر، لم يقل الدين يسير، لكن جعل الدين هو اليسر، اليسر هو نفس الدين. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا تقاربه واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الذلة. فأمر باليسر وأمر بالأخذ بالأسهل والرفق في الأمور كلها، لأن الرفق كما علمنا صلى الله عليه وسلم لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. فإذا المعلم أو المربي المسلم سواء كان مدرسا أو مدرسة أو أبا أو أما ينبغي أن يكون عطوفا شفوقا ودودا محبا لمن يربيهم مترفقا بهم صبورا عليهم متأنيا في تعليمهم حريصا على نفعهم، وهو في ذلك يقتدي بأسوته وقدوته الذي كان نموذجا يحتذى وأسوة يحتذى به في هذا الخلق القويم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان قمة في الرحمة والشفقة والعطف والرفق واللين لأمته. يعني هذه كانت مقدمة لاستعراض هذا البحث التربوي، هو عبارة عن رسالة ماجستير رسالة جامعية أعدها الشيخ صالح ابن سليمان المطلق البقعاوي: مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين من منظور التربية الإسلامية. فسوف نأخذ بعض المقدمات من الكتاب ثم نكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. نحتاج لا شك أن نتعرف أولا على الرفق في اللغة، فالرفق يتضمن المعاني، وكل ما فيه مادة رفقة يدل على موافقة ومقاربة بلا عذر،
الرفق خلاف العنف، والرفق ضد العنف، والرفق لين الجانب. ارفق به وترفق ورفق وفيه رفق، وهو لين الجانب ولطافة العفو. واسترفقته فارفقني بكذا، يعني نصحني بكذا. وارتفقت به انتفعت. يقول المرافق، المرافق لاننا ننتفع بها، الارتفاق الانتفاع، لان الرزق يؤدي الى المنفعه. ارتفقت به اي انتفعت. والرفق ما استعين به، واللطف هو الرفق ايضا، رفق به وعليه رفقا ومرفقا. والرقيق ضد الاخرق، ورفق فلانا اي نفعه. يقال الله رفيق لعباده من الرفق والرأفة، فهو فعيل بمعنى فعل. والرفق لين الجانب وهو خلاف العنف. إذا خلاصة الكلام في التعريف اللغوي أو المعاني اللغوية لمادة الرفق هي نفع الآخرين والرحمة والرأفة بهم، الأخ بالأيسر والأسهل وعدم التشديد، لين الجانب واللطف بالقول والفعل، والرفق ضد العنف وضد الفرق. حينما نطبق يعني معنى الرفق على هذا البحث الذي نتدرسه ان شاء الله تعالى، نقول ان الرفق هنا رفق بالمتعلم او بالذي نربيه، هو اراده نفع المتعلم ومعاملته بالسهوله، وعدم التشديد عليه في ماده الدراسه واعمالها، بحيث لا يحمله ما يشق عليه، ويكون رحيما به لين الجانب لطيف القول والفعل معه، ولا يوقع العقوبة عليه ابتداء، ولا يكون عنيفا في التأديب، بل في حالة وسط بين العنف وبين الضعف، متحملا ما يصدر من المتعلم برحابة قدر وصبر، غير مختلف لعتابه. ورد في القرآن الكريم لفظ الرفق ومشتقاته في 5 آيات كريمات. الأولى قول الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رفيقا يعني إيه؟ صاحبا. وحسن أولئك رفيقا يعني صاحبا. لماذا سمي الصاحب رفيقا؟ لانتفاعك بالصفات، لان قلنا الاتفاق هو الايه؟ الانتفاع، لانك اذا صاحبت هؤلاء تنتفع بصحبتهم، فيسمى الصاحب رفيقا لارتفاقك بصحبته. ومنه الرفقه لارتفاق بعضهم ببعض، لان الصحبه اللي تكون رفقه ينفع بعضهم بعضا ويرتفق بعضهم ببعض. الآية الثانية التي فيها مادة الرفق قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال تبارك وتعالى أيضا الآية الثالثة: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فمرفقا يعني يهيئ لكم ما تنتفعون به، مرفقا يعني ما تنتفعون به. قال المهايلي: يرفق بنفوسكم فيعطيها من لذات عبادته ما ينفيها سائر اللذات، على أن لذاتها لم تخلو من أذية، وهذه خالية عن الأذيات كلها. وجزمهم بذلك، يعني هم لماذا جزموا؟ لأن هذه فأوى إلى الكهف بالأمر. ينشر لكم، ده جواب الأمر، يعني إيه العاقبة؟ إن أويتم إلى الكهف وهجرت هؤلاء الناس الكفر الوثنيين، فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فنلاحظون أنهم جزموا بالعاقبة. فمن أين جاء هذا الجزم؟ جاء من نطوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تبارك وتعالى، وأنه لم يضيعنا، من قوة التوكل وشدة توكلهم على الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية توضح أحد معاني الرفق: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فالمرفق هنا النفع الذي لا أذية فيه، نفع لكن بدون أذية، النفع الذي لا أذية فيه. وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لهؤلاء فجة المؤمنين، يتهيئ ويرتب لكم من أمركم الذي أنتم فيه والذي أنتم بصدده ما ترفقون به وتنتفعون بحصوله. يعني بما أنهم لجأوا إلى الكهف
فرارا من هؤلاء المشركين الذين قد يجبرونهم على الكفر، بسط لهم من رحمته ووسع عليهم وسهل لهم الامر وجعل لهم الانتفاع والفائده من هذا اللجوء الى الكهف، حيث ابعدهم عن اعين الكفار وسلموا من القتل والبطش والفتنه في الدين. الموضع الرابع الذي جاء فيه ماده الرزق قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ساءت مرتفقا أي ساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق. قوله وساءت مرتفقة أي ساءت النار مرتفقا، وهذا ذم لحالة النار، حالة النار نفسها إنها ساءت المحل الذي يرتفق به لأنه ليس فيها ارتفاق. إذا كانت النار بهذه الوسيلة هل هي فيها ارتفاق فيها منفعة؟ لا، ساءت مرتفقة بمعنى ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفسر عنه ساعة. فهذا جزء من إيه؟ ما ورد في آيات أخرى من التهدد، بشر كأن البشر هيتوقع خبر عظيم، لكن هو يفاجأ بأنه إيه؟ بأنه عذاب أليم. وساء مرتفقة يعني ليس فيها ارتفاق، وإنما فيها العذاب العظيم الشاق الذي لا يفسر عنهم ساعة ولا نفع فيها على الإطلاق. الآية الخامسة والأخيرة قوله تبارك وتعالى: أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إذا هذه الدار الجليلة نعم الثواب للعاملين، وحسنت مرتفقا يرتفقون بها ويتمتعون بما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللذات المتواترة والنعم المتوافرة. فهذا واضح أن الجنة فيها النفع والفائدة مما تلذ به الأعين والأنفس والنعيم المقيم واللذات المتواترة، وهذا بلا شك أحد معاني الرزق. إذا من هذه الآيات القرآنية الخمس يتضح لنا بعض معاني الرزق ومرادفته. ففي الآية الأولى وهي قوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا، الرزق المعنى لين الجانب والصحبة. الآية الثانية وهي قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق جمع مرفق، وهو ما يتكئ عليه ويستفاد منه وينتفع به، لأن المرافق إنسان بإيه؟ يتكئ عليها كي ينتفع بهذا الاتكاء، فمن ثم أطلق عليه الرزق. أما الآية الثالثة: ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، فالمرفق هنا بمعنى الانتفاع وسهولة الأمر وتيسيره. أما الآيتان الرابعة والخامسة التي فيما وساءت مرتفقة ثم وحسنت مرتفقة فمختلفتان، المعنى اختلف حسب إيه؟ الفعل الذم أو المدح، نعمة أو حسنة يعني، وبئس وساءت مرتفقة. فساءت مرتفقة يعني ساء المحل والمقام الذي يدخلون فيه ولا يوجد فيه نفع ولا فائدة. والأخرى وحسنت مرتفقة المراد حسن التمتع والفائدة وحصول النفع لغيره، وهذا أحد معاني الرزق. نكتفي الليلة بهذا القدر، كل قول هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.